السلام عليكم. هذا خويا الصديق ديالنا أنس، شي 12 عام هادي العشرة، يعني كنعرفوه مزيان. هذا تا هو صديق ديالنا مقرب، حنا الناس اللي شراك في الخدمة، حنا الناس المقربين ليلو. سيد صاحبنا بخير، يعني كنعرفو عليه غير مزيان، جونتي بخير بحالنا بحالو. يعني دابا حنا ولينا خايفين على راسنا حتى حنا نطيحو في هذا الموقع، ما دخلتناش لدماغنا، يعني ما صدمة كبيرة. كنطلبو من الله يغفر له ويرحمه هو وجميع المسلمين. هادشي اللي كنقول، هادشي هذا فوقاش بدا كيوقع، هادي مدة شي 6 شهور. دري صاحبنا وحنا تنعرفوهم قبل الميلود، قبل العواشر ديال الميلود، ولا الدري بحال اللي بحال الحاله النفسيه ديالو كتدهور مع العلم كنعرفو يتيم لا ام لا اب. المهم الدري هادي شي 6 شهور هو بدا كيتبدل تدريجيا، ساعه كيكدا انا شخصيا شك فيا بلي ندير له شي حاجه. 3 شهور وحنا معادي، ندمت على اللي عادي هادي 3 شهور وانا معادي. هادي شي جوج سيمانات هاد الصديق هذا ما كانش كيهضر معايا، انا بقوت داكشي ديالو ولا كيشك في الدراري ديال المحل. ها هو الدري عقلو تقاص في عقل، اما ربي بغاه هكا، اما حماق، اما مادي شي واحد. هادي شي جوج سيمانات ولا 3 هاد السيد هذا خرج تابعو، لبس جاكيتو خرج تابعو، قال له اجي انا سلم عليه وتسامح معاه، وقال له المسامحة غير ما تهدرش معايا. دابا هنا الناس في المحل مساك هو بقوة اللي بخير ولا كيهضر مع شي واحد كيلبقو كيحشمو منه الناس، واش فهمتي؟ جيت انا سبعته، انا صنع للشيطان اجي غير بعد، غير مني قال لي غير بعد مني اجينا على الشيطان نتاود ونرجعوا لله. بقينا كان هذا واش كتصلي صلاتك؟ كنصلي ولا كيصلي كيقوم الليل، القران ديما في جيبه، البقره ديما في ودنه، تشدد لواحد الدرجه اللي تشدد. صور مثلا قوت اللي كان دريري جونتي عادي بخير ولا كيخسر شي واحد الهضره ليه، اسكت ما تخسرش الهضره احنا، ولا مأدب مخلق، ولكن بعد شي مره كي دماغو ما كيبقاش صافي. انا كي بحال اللي كيتبدل عليا انس شويه، وكيجي انس كيقول لي انا دابا مؤخرا تصنت لي هادشي، هذا كاملين عارفين هادشي، كاملين عارفين هادشي. مين سال معاه وقع هادشي؟ ما علمينش على الضربه منين جايه، لا كيعلم بها غير الله اخويا. واش فهمتي؟ باش انا نقد نقول لك راه فلان ولا فلانه وانا تصنت لي وانا ما عارفش، ولا نقدر نقول لك راه بحال دابا نخبع عليك وانا عارف شكون، راه ربي فوق مني اخويا، راه نتعذب بحياتي كامل، راه 12 عام د العشرة. واش فهمتي؟ يعني الدري بقى مسكين كيتبدل علينا شويه بشويه، الحاله ديالو كتدهور شويه بشويه، في التالي تغير. انا اسهل حاجه يعني السيد صاحبي تقاص، شنو ديسو؟ ديسو عند هذا الراقي اللي هنا، ديسو المره الاولى قال له ما كاين حتى شي حاجه. داز الميلو طلع عندي للمرجه، واللي ساكن في المرجه طلع عندي للمرجه، قال لي قلت جاب لي واحد الصخيره، جاب لي واحد السبرديله كاطو، قال لي قلت له واش وليتي مشيتي عند الراقي؟ قال لي وليت مشيت عند الراقي. قلت له يعني وشنو كان؟ قال لي والله ما لقيت شي حاجه، عييت زعما نسولو، قال لي ما كاين حتى شي حاجه. قلت له خاي انس دابا شنو؟ دابا بعد شي مره كيقول لي انا عندي، عاد مؤخرا قال لي انا عندي لعيب مع ضرب الغازي كامل، عاوتاني ولا قال لي دابا هاد العقل هذا ديالي ولا كيقول لي هاد الشيء هذا. خاي سمع عمد شنو هو؟ فسر معايا عاوني. اكي اش فهمتي؟ انا ديك الصباح اللي انا ديما هو اللي كنتبعو، انا هو اللي كيوجه ديك الحاله كنتبعو وكنردو للطريق، كنذكر الله استغفر الله كدا، هادي كنردو للطريق. ديك الصباح هذاك مشيت ندفع شهاده السكنه ونتعطل، جا هو مسكين خدم شي جوج سويريات، هو اجي قول عاد نكمل، قول شنو قال ديك؟ السلام عليكم. دخل خدام عادي كنساود انا وياه، قال لي خويا الحياني، قال لي اللي باغي نتزوج وكذا، قلت له الله يسهل عليك وكذا. بقى كيتعاود معايا مسكين بحال هكا، مش ماشي 4 السوارية تحت الساعة. قلت له في غادي انس؟ قال لي خويا مشي غير تحت شوية، راسي تضرني.
تبعت الباب قال لي صافي، قال لي والله الا غادي غير، قال لي غادي غير ارتاح. يا ديك دخلت انا خدام عادي واحد الساعه، قلت الكوتر مثل اخي رشيد صوني على انس شوفوا فين مشى. قال لي واخا انا جيت هذا الوقت هذا دخل كيصونيو عليه، جيت ديك اللحظه، جيت ديك اللحظه، جيت عاد حيد الجاكيطه وجا عندي قال له مول الحانوت، قال رشيد قال له بلي راه خدا كورده. اجا قال لي راه خدا كورده، ما لقيت ما ندير، لبست جاكيت تيقس الدرب. اول واحد سولته هو باكا قايل مات، اول واحد سولته قلت له واش داز انس، قال لي اخويا راه ما داش. قلت له ما بقيتش مركز على الدار، قلت له نعت لي نعتها لي، طلعت طلعت للسطح قلبت دقيت على خاه. حنا ولينا ذاك الساعات كنتصلوا بالتليفون، لي زابيل ديال الدراري كلهم تيعيطوا بالتليفون. انا عيطت له تقريبا، عيطت له رشيد، رشيد عيط له رضوان، وانا شوف وانا تنعيط في الاخر. منين سمعت انا، منين سمعت انا قالوا لي الطوال، طلع معايا انا خويا انت يا سيدي، ملي قالوا لي الطوال قلت لهم هدا، قلت له عيط لسي محمد الابيض، قلت له هز الموتور، هز خوه معاه، هز خوه بالموتور، قلت لهم غادي تمشيو للزالغ، لانه هو ملي كيكون ضيق به الحال كيطلع للزالغ وتيجلس. قلت لهم غطلعوا للزالغ، انا هبطت هذا العين بوفاوز لواحد البليسه كيكونوا جالسين فيها، ما لقيتوش. انا طلعت صونيت في التليفون لسي محمد، قال لي انا راه توفى صافي، هذيك هي النهايه ميناتنا. اما هو بالنسبه نقي نقي، ماشي شي واحد موسخ ولا مثلا ولا هذا ونقولوا هذا تيصلي والقران، والقران انا كيوريني، انا هو الكبير فيهم في المحل، القران كيوريه لي تيقول لي هذا، تنقول له دير لي زيكوتور وتصنت على هذا. ولكن الداخل كيعلم به الله سبحانه وتعالى، ما يقدرش يعلم به الانسان. كانت عنده علاقه الخطوبه، كانت عنده يمكن باغي يخطبها، كان هذا الشيء كاين، كانت عنده علاقه، يعني علاقه انه يخطبها وداك الشيء وسميتو. وهذا حلم، هذا حلم ديال الشباب، حلم ديال الشباب، لانه هو مازال شاب وهي شابه. بعد من حلم، حلم يعني هاد الشيء، ما وهذا حلم غير ممكن انه باش تصحابه. هو هذا هذا راه صديق ديالو، تعاود هذا راه صديق ديالو، شكلاط مقرر. منين سالي معاه هو، والله قالها له، قال له منين سالي معاه هو تيقول لي انا خايفان منه، انا بقلبي انا خايفان منه. وقالها لي هذه شهرين ولا شهرين ونص، قال لي هذه البنت اشنو كاين واشنو كاين، تدير لي طنوغيش مع المعلم، باغي تصيفطني بحال. قلت له تبع خدمتك وما تديهاش فيها، ولا دا طنوغيش المعلم راه كاين، هي واقف في الكاميرا يلقاك انت مصبي. قال لي بصح، قال لي انت صغار مني. قلت له انت خليك في خدمتك باش ما يلقاوش عليك السبه، هذاك الشيء اللي كاين. انت اللي هذاك خويا جيت قالوا لي اشنو كاين.